دشن مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه اليوم في العاصمه المؤقته عدن توزيع لحوم الاضاحي في اربع محافظات يمنيه عبر الشريك المنفذ مؤسسه يمان للتنميه والاعمال الانسانيه ويشمل المشروع توزيع الفي اضحيه يستفيد منها ثمانيه وعشرين الف فرد من الاسر الاشد ضعفا من النازحين والمجتمع المضيف في محافظات عدن وحظر والمهره ومارب وقال مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة عدن عبد المهذب بأن ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ مشروع الأضاحي لفئة إنسانية يشكرون عليها حيث يستهدف المشروع الأسر النازحة والمجتمع المضيف لها وأشاد رئيس مؤسسة يمان للتنمية والأعمال الإنسانية أحمد الأكوع أشاد بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان والتي أسهمت بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة نفذ مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه في محافظه مارب مشروع لحوم الاضاحي الذي يستهدف اكثر من عشره الاف مستفيد ويهدف المشروع الذي تنفذه مؤسسه يمان للتنميه الى توفير لحوم الاضاحي للمديريات والاسر الاشد فقرا